الجماهير الاماراتيه ما يحتاج لها دعوه، هاي بلادنا وهذا واجب وطني، والكل ان شاء الله اليوم بيكون موجود في المدرج. اماراتي اسمك ينبض في كل القلوب، وعلمك يرفرف من فوق الفضاء عالي. نحن ما نقبل الا النصر والفوز، لان نحن عيال زايد وما نقبل إلا الرقم واحد. المستحيل ليس إماراتياً، ومعاك يا الأبيض والأماني كل الأماني أن تعزز الإمارات تأهلها بانتصار يساعد كثيراً في عودة الروح أمام عنيد تايلاندي يدخل بعزيمة خطف فوز يؤهله لقادم الأدوار. كل تمنياتي إن شاء الله للمنتخب الفوز في مباراتنا ضد تايلاند، مباراة الفوز إن شاء الله وصدارة هذه المجموعة، على أساس أن نبتعد في الحسابات ونبتعد أن نلاقي منه في الدور الثاني. صدارة هالمجموعة بتعطي ثقة أكثر للاعبين والجهاز الفني والإداري بعد الفوز على المنتخب الهندي. بصفوف مكتملة يلعب زاكيروني من طاله كثير من انتقاد عن مستوى ما أسعد كثيرا من عشاق الأبيض. بحراسة عرين بقيادة خالد عيسى يلعب المنتخب، وخط دفاع حاضر بلمسة خليفة مبارك، اسماعيل أحمد والحسن صالح والأحبابي، ووسط الميدان سيضم علي سالمين وعامر عبد الرحمن والحمادي، ومفاتيح اللعب الإماراتية سيتقدمها مبخوت وخلفان مبارك وخميس اسماعيل. طبعا مباراة الغد مباراة المنتخب مع المنتخب التايلندي لتأكيد طبعا صدارة المنتخب، لكن نحتاج مع الصدارة لعبا حتى يواكب المنتخبات الثانية القوية اللي صعدت معه. نتمنى التوفيق لجميع الفرق العربية. المستوى اللي قدمه أكيد هذا الشيء ما بيجي على الفرق، وأكيد بمساعدة الإخوان اللعيبة اللي دائما يحرصون على أن نكون دائما مجموعة واحدة، ونفس ما نعرف أن هاي البطولة لازم يكون كمجموعة واحدة وقلب واحد ويبغى له روح، وإن شاء الله إحنا نوعد الجمهور نفس ما قلت قبل أن نقدم مستوى اللي يرضي بالجمهور ونشرب بالكرة الإماراتية. مواجهة الفريقين السابقة سجلت علو كعب للأبيض على حساب تايلند، فانتصرت الإمارات بست مواجهات مقابل اثنتين للتايلندي، فيما حضر التعادل مرتين. ويذكر أن الإمارات كان قد حصد 4 نقاط من تعادل مع البحرين وانتصار على الهند في الجولتين السابقتين. نحن نركز بشكل كبير على مباراة تايلاند، وعلى الرغم من أن جميع الفرق يمكن أن تتأهل من مجموعتنا، فأننا نريد الفوز وننتهي أولا في المجموعة. المنتخب يتقدم تدريجيا ويتحسن بعد كل مباراة، أعتقد أنه يمكننا تقديم أداء أفضل أمام منتخب تايلاند. سيف راشد فقط من يغيب عن صفوف صاحب الدار الذي يمني النفس بنتيجة إيجابية، فالتأهل مضمون في الجيب، وربما الأهم الظهور بمستوى يرضي المتابع من أصبح يتململ من أسلوب زاكيروني الدفاعي الذي ما عرفته الفرقة قبله أبدا. أنا متفائل خير، وأتمنى من اللعيبة أن كل واحد يقدم كل ما عنده، لا يقول لي مدرب، لا يقول لي أنتوا اللعيبة اللي قادرين تسوون كل شيء وتحققون نجاح وتفرحون شعبنا إن شاء الله بإذن الله. عشان إحنا عيال زايد وعشان إحنا دايما في المركز الأول، إحنا متأكدين من فوزك يا الأبيض وجدام يا الأبيض. تايلاند نعم ما عاشت في هذه النسخة أجمل أيامها، فهي من تلعب بنقاط 3 بعد خسارة في الجولة الأولى ضد الهند بالأربعة وفوز بشق الأنفس على البحريني، وصفوف الفرقة مكتملة وتلعب بالأسلوب المحبب المتقارب بين الخطوط. رغم التأهل المحسوم بالنسبة للأبيض، إلا أن مواجهة الاثنين لن تكون سهلة، فالفريقان لديهما طموحاتهما الخاصة لتحقيق الانتصار، فهل يفعلها الأبيض أم أن للتايلندي رأي مختلف؟ معاذ خلوف، صدى آسيا.